عرفت من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدخان فهمنا منه أنه بلاء كبير يحيط بأهل الأرض جميعا، لكن لا نستبعد أن يعامل الله عز وجل عباده في نجاح بمعاملة يستثنين مما يصيب الكفار من ضنك العيش والحياة والشدة والعذاب بسبب هذا الدخان. كما جاء في بعض الأحاديث السابقة أن الله عز وجل إذا أراد أن يقيم الساعة أرسل ريحا طيبة فقبضت روح كل مسلم على وجه الأرض، فلا يبقى إلا شرار الخلق وعليه تقوم الساعة. ولعلي في فرصة أخرى، فقد ذكر الحاضر ابن كثير آية ترتقي اليوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قد ذكر في تفسير هذه الآية بعض الأحاديث الواردة في الدخان التي هي شرط من أصوات الساعة، إلا أن هذه الأحاديث لا تخلو من بعض، وإن كان هو من حاضر ابن كثير قد ذهب إلى تقوية وتجهيز بعضها، لكن تبين لي دراسة عاجلة أنه غير مصيب في ذلك، ولكن يحتاج الأمر بعد إلى زيادة تحقيق في تلك الأساليب، ولعلي آتيكم الجواب في درس آخر إن شاء الله. وقبل أن ننهي الكلام على هذه الآية من الآيات الست على وهو دخان، أريد أن أذكر أن الآية السابقة ترتقي يوم تأتي السماء دخان مبين، الظاهر أنها لا تعني الدخان الذي هو شرط من أشراط الساعة. فقد ثبت في الصحيحين من حديث مسعود رضي الله عنه أن الدخان المذكور في الآية أصيب بها المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالدخان المذكور في الحديث إذن هو غير الدخان المذكور في الآية. ونقف هنا لنتم التعليق إن شاء الله في الدرس الآتي على بقية الحديث. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان درسنا الماضي آخر حديث فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة. أو خاصة أحدكم أو أمر العام، رواه مسلم. وكنا تكلمنا عن بعض الفقرات وصلنا إلى الدخان، وذكرنا أن هذا الدخان المذكور في هذا الحديث هو غير الدخان المذكور في الآية التي ذكر فيها الدخان، وهذا على قول بعض العلماء.
والمهم أن هذا الدخان مذكور في هذا الحديث هو علامة من علامات الساعة. فذكرنا أنه لم يرد في السنة الصحيحة شيء من صفات هذا الدخان، وحينما أقول الصحيحة فأعني أن هناك روايات فيها ضعف من حيث اسنادها، فيها تفصيل هذا الدخان وأنه يأخذ بقلوب الكفار ويموتون خوفا بخلاف المؤمنين فإنه لا يؤثر فيهم.